عزيزي المواطن والمقيم، في هذه الفترة التي نمر بها ومع تفشي العدوى بفيروس كورونا أو كوفيد-19، قد تصلك رسائل تروج للاستثمار في قنوات استثمار وهمية للاستيلاء على أموالك. لذلك تنصح هيئة الأوراق المالية والسلع بالتقيد بالإرشادات التي تصدر عن الجهات الحكومية والرقابية وعدم الانسياق وراء الإغراءات وأوهام الثراء السريع التي يتم الترويج لها. راعي خلال هذه الفترة خاصة عدم الإسراف وترشيد نفقاتك وضبط مصروفاتك، واستعن في ذلك بوضع ميزانية تحدد فيها أوجه الصرف الثابتة وتلك المتغيرة، وكذلك حدد فيها مقدار دخلك وأعطي أولوية للصرف على احتياجاتك الأساسية والتزاماتك الشهرية أولاً قبل حاجات الرفاهية، وراعي أن يكون مقدار المصروفات أقل من تدفقاتك النقدية الواردة حتى يتوفر لديك مدخرات للتحويل إلى الاستثمار. إن الاستثمار السليم يحتاج إلى التخطيط، والذي يبدأ بتحديد أهدافك من الاستثمار وتقييم موقفك المالي، ثم تحديد المخاطر المحتملة وتوزيع أوجه الاستثمار وفقاً لها، مع وضع قائمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية. كما ويجب أخذ الحذر من المحافظ الوهمية وغير المرخصة والتي تدعي تحقيق عوائد وأرباح عالية، وكذلك الإعلانات المضللة والقصص الإخبارية المفبركة على المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والسوشيال ميديا التي تعدك بتحقيق أرباح مغرية مبالغ فيها. هيئة الأوراق المالية والسلع تتمنى لكم السلامة والتوفيق. اللهم احفظ وطننا الإمارات من كل سوء.